أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الحمد لله الكريم الجواد، السابغ فضله على العباد، الصادق في قيله فلا يخلف الميعاد. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، أسبغ علينا جزيل نعمه وألطافه العظام. الحمد لله فالق الحب والنوى، وعالم سر العبد وما نوى، جل جلاله وتعالى، وانهل نواله وتوالى. الحمد لله رافع السماء وبانيها، ومالك الأرض وساكنيها، وواهب الحياة ومسديها. الحمد لله وما نقضي بالحمد حقا، والشكر لله ولم يزل للشكر مستحقا. الحمد لله المالك للرقاب كلها رقا، كون الأشياء وأحكمها خلقا، وفتق السماء والأرض وكانتا رتقا، وقسم العباد بحكمته فأسعد وأشقى. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. الحمد لله حمدا دائما لا ينفد أبدا، الحمد لله حمدا لا ينتهي مددا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله خالق كل موجود، ومفيض الخير والجود، على كل قاص من خلقه ودان، الحمد لله على ما أسال من وابن الآلاء، وأزال من وبيل اللأواء، وأسبل من جميل الغطاء، وأمال علينا من كفيل الإحسان. الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله المتوحد بالألوهية والبقاء والعز والكبرياء، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الجبار الذي لا يرام، العزيز الذي لا يضام، القيوم الذي لا ينام، ما قام مخلوق بحقه، المولي بفضله على جميع خلقه، سبحان من خضعت له الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد عائد الصلاب. سبحان رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومسير السحاب،
وخالق الناس من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وصدق الله ذو العظمة والجلال، صدق الله الكبير المتعال، صدق من تقدس عن الأشباه والأمثال، وجل عن الفناء والزوال، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبنا به كفيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه ووليه ونجيه ورضيه وخيرته من خلقه. اللهم صل على نبينا محمد الذي أرشدنا إليك ودلنا عليك وهدانا إليك، نشهد بين يديك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على نبينا محمد الذي بعثته للإيمان مناديا، وإلى الصراط المستقيم هاديا، وإلى جنات النعيم داعيا، وعن الآثام والمنكرات ناهيا. اللهم صل على نبينا محمد ما تحركت الألسن والشفاه، وصل عليه من فلق صبح وأشرق ضياء. اللهم صل على نبينا محمد أشرف الورى وأعلى البرية جاها، اللهم صل عليه صلاة لا تتناهى، اللهم صل عليه صلاة يعم الكون سناها وطيب شذاها. اللهم صل عليه وعلى آله وذريته وأزواجه الطاهرات وصحابته الأنجم الزاهرات صلوات زاكيات مباركات دائمات باقيات متضاعفات إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، اللهم لك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك، ولك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيد بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.
اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعله لنا في ظلم الليالي مؤنسا، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل مخرسا. اللهم اهدنا لأخلاق القرآن، اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم ارزقنا بركة القرآن وهدى القرآن ونور القرآن وفهم القرآن، وأغننا بالقرآن واكفنا بالقرآن واشفنا بالقرآن واشفنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واجمعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن ونوِّر بصائرنا وأبصارنا بالقرآن. يا كريم يا منان، اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً، ولأبصارنا جلاءً، ولأسقامنا دواءً، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليا. واجعله لنا شافعا مشفعا، واجعله لنا شافعا مشفعا، واجعله لنا شافعا مشفعا، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه مشربا هنيا سائغا رويا لا نظمأ بعده أبدا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء والعبيد. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. أمرتنا فلم نأتمر، ونهيتنا فلم ننزجر، ووعظتنا فلم نعتبر. اللهم لا عذر لنا من ذنب فنعتذر، ولكننا أهل ذنب فنستغفر. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا محسنين. اللهم أنت أحق من عبد، وأحق من حمد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأنصر من ابتغي، وأجود من سئل، وأكرم من أعطى. أنت الواحد لا شريك لك، أنت الملك لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك،
وأنت الله لا إله إلا أنت الملك الرؤوف الرحيم. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تقبلنا في هذه الليلة الشريفة وأن تدخلنا الجنة برحمتك وأن تجيرنا من النار بقدرتك يا شافي الصدور يا عزيز يا غفور، نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا خالقنا، يا غاية رغبتنا، نسألك يا الله، أن تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا من النار. اللهم كما جمعتنا في مسجد خليلك وحبيبك محمد فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد وآل حبيبنا محمد وأصحاب حبيبنا محمد وأتباع حبيبنا محمد. أحينا على سنتهم وطريقتهم واحشرنا في زمرتهم بمنك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسلمنا نفوسنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير النجاح وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتلهمنا بها رشدنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتصلح بها نفوسنا
وتعصمنا بها من مضلات الفتن، وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما إلا كشفته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا خوفا إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حقا إلا استخلصته، ولا سعرا مضرا بالمسلمين إلا أرخصته، ولا شابا إلا هديته ورزقته ووفقته وأسعدته، ولا فتاة إلا أسعدتها وسترتها ورزقتها ووفقتها وحفظتها وحققت آمالها يا رب العالمين. اللهم ولا عدو للإسلام إلا خذلته، اللهم ولا عدو للإسلام إلا خذلته، ولا عدو للكتاب والسنة إلا قصمته، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الحياة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وحلالا طيبا نكتفي به. اللهم هب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا بفضلك يا ربنا عمن أغنيته عنا، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا، ومن الماء البارد على الظما يا رب العالمين. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اجعل قلوبنا مقبلة عليك، اللهم اجعل قلوبنا مقبلة عليك، واصرفها عما سواك إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. يا ربنا اللهم إنا، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ومحوت عنه آثامه وأسعدت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم إنا تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعله شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا رب العالمين. اللهم يا واسع الرحمات، اللهم يا واسع الرحمات، اللهم يا عظيم الصلات، اللهم يا جزيل الهبات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، اللهم إنهم أعطونا فأعطهم، اللهم إنهم غفروا لنا فاغفر لهم،
اللهم إنهم تجاوزوا عنا، اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم، اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم، اللهم عافي أبدانهم، اللهم عافي أبدانهم واشفي أسقامهم وارفع ضراءهم واستجب دعاءهم وحقق مناهم يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في حياتهم، اللهم بارك لهم في حياتهم واختم لهم بالصالحات من أعمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم أد عنهم ما عليهم برحمتك، اللهم أد عنهم ما عليهم برحمتك، اللهم أد عنهم ما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأدخلهم الجنة وقهم فتنة القبر وعذاب النار يا عزيز يا غفار. اللهم يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، وارفع الضر عن المتضررين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالسحرة المكرة الفجرة، اللهم عليك بالسحرة المكرة الفجرة. اللهم إنهم آذوا عبادك وإماءك، اللهم إنهم آذوا عبادك وإماءك، اللهم اكشف سترهم، اللهم اكشف سترهم، اللهم افضح أمرهم، اللهم افضح أمرهم، اللهم اكفي المسلمين شرهم، اللهم اكفي المسلمين شرهم يا قوي يا عزيز. اللهم بقدرتك وعزتك وقوتك، اللهم أبطل سحرهم ومكرهم وشرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين، يا قاهر الجبارين، يا قاصم الظالمين، طال ليل الظالمين وطال البلاء على إخواننا المستضعفين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لهم في كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلم المعتدين والطغاة المجرمين والمنافقين المتربصين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين برأي يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود المحتلين، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود المحتلين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وارحم أهل غزة، اللهم وارحم نساء غزة وأطفال غزة وشيوخ غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلاد المباركة، اللهم احفظ هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، اللهم احفظها بحفظك، اللهم اجعلها للحق منارا، اللهم اجعلها للحق منارا وللخير دارا وللإيمان مأرزا وقرارا.
اللهم اجعلها عزيزة شامخة أبية قوية آمنة مطمئنة إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ أمننا وإيماننا وجنودنا وحدودنا ورجال أمننا وولاة أمورنا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فينا والعاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين والمتطوعين معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم واقبل منهم وجازهم خير الجزاء وأوفاهم يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء وداوي جرحاهم يا سميع الدعاء. اللهم احفظ أهلهم، اللهم احفظ أهلهم وزوجاتهم ووالديهم وأولادهم يا ذا المن والعطاء برحمتك يا أرحم الراحمين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم سدد آراءه وأقواله وأعماله واجعله هاديا مهديا ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على بلادهم وشعوبهم ورعاياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على الختام، اللهم لك الحمد على الختام، ولك الحمد على التمام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمةً مباركة على من حضرها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها. اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل القصور في قصورهم، وعلى أهل الثغور في ثغورهم، وعلى أهل القبور في قبورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد ما أزهرت النجوم، وصل عليه ما تلاحمت الغيوم، وصل عليه يا حي يا قيوم. اللهم صل عليه ما ذكره الأبرار، اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار، اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وارض عنا معهم بمنك وجودك يا عزيز يا غفار.